المشهد اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي وده متعلق بمأذون وعنده طريقة مختلفة شوية في التعامل مع الأفراح. ده أثار جدلا شديدا. البعض ممكن يقولك والله ده يعني أسلوب ليس تقليديا وكويس إن الناس تبقى كده يعني. والبعض التاني ممكن يقول إنه لا ده ينتهك القواعد المتعلقة بالمأذونية. هل في قواعد معينة مش من حق الناس إنها يمكن أن تعبر عن الفرحة بأشكال مختلفة طالما إنها بتلتزم بالقواعد الأساسية؟ نشوف الفيديو ونسمع تعليقه بعدها. لا وإن أمرها قطعته. إيه؟ قطعته؟ أبشر. إيه العيد خالص خلاص. وإن أمرها إيه؟ قطعته ولا أطاعته؟ قطعته. أيوة كده قطعته. أبشر برضو. وإن غبت عنها حفظته في ماله وفي عرضه. وإن أقسم عليها إيه بقى؟ أبرته. يعني لو حلف عليك يمين طالما ما فيهوش أي حرمانية لله سبحانه وتعالى لا بد وأن تطيعي هذا الأمر، ما تقعيش يمينه على الأرض. أنا أبرته. أنت موافقة على الجواز؟ شور؟ شور ولا بخور؟ لا شور. شور. طب جوزك اسمه ايه؟ محمد. وبنرد عليه بنقول له يا ايه؟ عبدالله. عبدالله. وفي لو في رواية أخرى؟ بيبي. بيبي. أحلى بيبي في الدنيا. طب يلا قولي له عايز أتجوزك يا بيبي. عايز أتجوزك يا بيبي. ده أسلوب البعض يعني ممكن يقول والله ده يعني أسلوب هي فرحة، لكن بعض المأذونين ممكن يقول دي مش القواعد اللي ممكن يبقى فيها التهكم والضحك بهذا الشكل. خلينا أسأل الشيخ خالد خليفة المأذون الشرعي بالأسكندرية. شيخ خالد أهلا بيك. أهلا أستاذ وائل. أنا شيخ خالد أنا هنا لقيت في تعليقات وحتى في بعض المأذونين يعني شايفين إنه ده يتنافى مع القواعد المتعلقة بمراسم الزواج، يعني ليه بتعمل هذا الأسلوب أو اتخذت هذا القالب يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ وائل حضرتك إحنا رايحين نفرح الناس. في فرح فما فيش مانع يبقى فيه بسمة. البسمة دي ما بننتهكش فيها حرمات الله سبحانه وتعالى. لو حضرتك شفت الفيديو الأغاث الآخر بنقول الصيغة الشرعية للعقد وكل حاجة. يعني الزواج إن شاء الله صحيح وكل حاجة خير بإذن الله. يعني أنت بتقول الصيغة الشرعية صحيحة لكن المداعبات دي طبعا المداعبات يعني من حقي وهي لا تنتهك الصيغه الاساسيه. يعني حضرتك شايفني ان انا انتهكت اي حرمه؟ هو الاسلوب ليس تقليديا بس يا شيخ خالد، يعني البعض ممكن يقول يعني فكره المداعبات والسخريه بهذا الشكل. لا انا ما سخرتش من حد. المداعبه والكوميديا يعني. نعم، انما ما فيش سخريه من حد، ما فيش اهانه لحد. يعني بما يرضي الله زي ما بيقول. طيب خليك معايا انا هسمع في الاستاذ محمد عبد الله العريس وهنشوف كمان يا جماعه المأذونين المعترضين ايه سبب اعتراضهم، يعني ايه السبب في انه هل في قالب محدد يعني ولا دي كلها طقوس تقبل لانه يبقى في حاله من الود، يعني حاله وديه بهذا الشكل. استاذ محمد عبد الله العريس اهلا بيك. استاذ محمد اهلا زويل. اهلا بيك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا رب. قول لي انت خدت ده انه 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 عادي وانها يعني مداعبه تطفي الفرحه يعني؟ بلا اكيد طبعا، انا اصلا يعني بدايه معرفتي بالشيخ خالد انا شفت له فيديو برضه كان فيه مداعبه كده ظريفه. يعني هو كان خفيف الظل ما شاء الله يعني، وده اللي خلانا نكلمه وخلانا
يعني نصر ان هو اللي يعقد القرعه. اه يعني انت عارف ان اسلوبه كده يعني. ايوه طبعا انا شفت له فيديو برضو قبل كده بس ما كانش منتشر انتشار زي اللي منتشر دلوقتي. فيعني كان موضوع ظريف بالعكس يعني هو بدا الموضوع احنا بنبقى يعني في الفتره ديت تنشن شويه الموضوع صعب شويه غريب شويه بالعكس بدا الموضوع بكوميديا بضحك خلانا بالعكس نطلع من المود التنشن دوت هزر شويه وكمل بعد كده صيغه عائد القران الصيغه كامله لو حابين الفيديوهات مهم الفيديو كامل موجود الفيديو يعني شامل الصيغه الشرعيه كمان فيعني هو ما يعني ما شالش جزء وقال جزء تاني بالعكس هو فك في الموضوع في الاول وهزر معانا وكل حاجه وكمل الصيغه الشرعيه وقال كل اللي بيتقال بس هو كان يعني بيلطف الجو شويه. طيب خليني اسال العروس كده استاذه رانيا. استاذه رانيا الف مبروك. مبروك بحضرتك. ما انت شايفه ده اسلوب حبيتيه يعني انه يبقى فيه باجه لان في بعض المأذونين معترضين هنحاول نشوف حد منهم دلوقتي. معترضين على فكره المداعبه يعني والسخريه بهذا الشكل. هو طبيعي الواحده بتبقى يعني مكسوفه ومتوتره وبالعكس الشيخ خالد يعني خلانا مش متوترين خالص يعني شايفه ان الاسلوب كان يعني ظريف ولطيف وجديد. وحتى انا في الاول كنت مكسوفه وكنت اللي هو يعني انا مش فاهمه برضو الاول ايه اللي بيحصل بس هو بصراحه يعني اسلوبه كان خفيف يعني فانا شايفه انه لا بالعكس يعني هو بيحلي حتى بيخلي الواحد يعني قاعد وهم كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا مبسوطين كل الناس اللي كانت موجوده في كتب كده كانوا مبسوطين فانا شايفه انه لا اسلوب يعني كويس. طيب خلينا نسال بقى الشيخ اسلام عامر نقيب المأذونين. شيخ اسلام اهلا بيك. ازي حضرتك ازيك يا استاذ؟ انتوا ايه تحفظاتكم على ايه في المأذون يلجا للمداعبه بهذا الشكل؟ لا والله هو مش تحفظات هو يعني المداعبه تبقى في حدود او في اطار الـ الشكل العام للمأذون بس مش اكتر من كده يعني تبقى فكاهه خفيفه وخاصه ان انا مقيم لشرع الله بس مش اكتر من كده اما الاوفر بتبقى يعني ايه الى حد ما كلنا بنضحك لان المأذون بيبقى بطبيعته او بطبيعه الحال اثناء عقد الزواج بيبقى جلسه بهجه وفرح وسرور بتحتاج المداعبات الخفيفه القفشات الخفيفه ما تبقاش اوفر ازيد من اللزوم مع الاحتفاظ بالالقاب والالفاظ اللي تليق بالمأذون الشرعي بس مش اكتر. انت شايف انه هو يعني زودها شويتين يعني بس مش اكتر انما المداعب ما هو لازم يعني ان ما كانش في حاجه فكاهه ما تحسش بانك في كتب كتاب ما تبقاش او في بهجه وسرور المأذون داخل فرح مش داخل عزاء فيبقى الضحك طبعا والتاريخ. يعني هنا اطفاء البهجه والفرحه ده طبيعي يعني تقليدي بس اما يعني ما تبقاش ازيد من اللزوم يعني تبقى حاجة خفيفة كده حاجة مسلية يحسوا بان في مأذون بيضحك مش مكشر مش قافل قرطه زي ما بيقولوا لا حاجات خفيفة مبروك يا عريسنا اول الافراح او مبروك في فرحك نكتب لاولادك جدعا يعني الحاجات الخفيفة مش الاوفر ازيد من اللزوم اما بيبي وبش بيبي والحاجات ديت ما لا تليق هي لا دي اللي انت شايف انها شيخ خالد هم شايفين بس الكلام بتاع بيبي يعني ده شايف ان هو هقول لك ما فيش مانع من اطفاء البهجه لكن ما تزودهاش قوي كده ما تبحبحهاش قوي يعني قلت بيبي ولا العروسه اللي قالت يا بيبي؟ لا انت اللي قلت لا العروسه اللي قالت يا بيبي بتندع عليه بتقول له يا بيبي بس انت رديت طبعا قلت لها قلت له احلى بيبي في الدنيا ما هي دي قفشه برضه طيب بس ده المهم انه انتوا يعني لان البعض طالع يعني بيقول لك ده ينتهك قواعد المأذونيه يعني وينتهك القواعد الشرعيه المتعلقه باقامه الافراح يعني بعد اذن حضرتك القواعد الشرعيه لم تنتهك بين لي انتهكت في ايه وانا امتنع خالص عن دي ان القواعد نفسها معمول بها لكن ان انا بقى استخدم بعض التعبيرات اللي فيها بهجه وفرحه ما يعني ما لهاش علاقه
لا لا لا، احنا بنفرح الناس فعلا بندخل عليهم البهجه. بس هي جت حته بيبي ديت، العروسه قالت انا بنت على عريسي بقول له يا بيبي، لا اكثر لا اقل. انا بشكرك الف شكر. بشكركم جميعا، رانيا الف مبروك، ومحمد عبد الله ايضا، والشيخ اسلام. يعني حاجه يعني كده الناس، لانه ما فيش قالب معين، ما فيش قواعد مكتوبه، يعني ممكن يتقال انها والله دي القواعد المعمول بها. الناس بقى خدت المدعبات دي وقالت ده لا يليق بالمراسم الشرعيه والقواعد الشرعيه لاقامه الافراح. يعني لا، يعني ده القواعد الشرعيه مطبقه، لكن من حقه انه يلجا لبعض المدعبات.